بمناسبة الاحتفال بمرور 170 عاماً على تأسيس المعهد الكليريكي في بيت جعلة، نشرت البطريركية اللاتينية مقابلة أجريت في عمان مع غبطة البطريرك المتقاعد فؤاد طوال بطريرك القدس اللاتين عام 2008. وقد جاءت المقابلة تحت عنوان المعهد الكليريكي قلب الأبرشية النابض في ذاكرة محبيه. وقد تحدث غبطته في اللقاء عن ذكرياته الدراسية والصعوبات التي واجهها طلبة المعهد في ذلك الزمن. ويسر فضائية نورسات بث هذه المقابلة. أنا كنت أحب أروح على الكليريكية. كان في عندكم لما صار في صعوبات لا تزال الصعوبات، كان في فكرة إنه جيبوا السيمينير صغير يحطوا هون في مركز سيدة السلام ويزيدوا البنى. أنا كمسؤول في البطركية قلت لهم خسارة، في بعد ديني وفي رباط عاطفي روحي مع القدس، فقلت لهم إذا بتنقلوهم للأردن بفقدوا هذا الاحتكاك مع الأرض ومع الشارع ومع القيامة ومع الكنيسة ومع الحفلات، حفلات الروم اللاتين والفرنسيسكان بيفقدوه، وهي يفقدوا الاحتكاك مع الحجاج السواح اللي بيجونا. وهذا بيعطينا فكرة أنه عندنا بعد عالمي، هاي كنيستنا اللي بتجيب الناس من برا. فما كنت أنا متحمس على دوري أنه ننقل السمنيد الصغير لعمان، إلا حول ولا قوة، صارت الضرورة ضرورة، بدك تتقبلها وتخسر اللي أنا اللي كنت أفكر فيه اللي هو غنى مبدئيا، هو غنى، قلت له بخسارة هذا بروح علينا. وأنا كان في عندي أمنية بالزمانات إنه إذا عندنا عدد كفاية من الكهنة ومتعلمين ومتثقفين ورجال دين، إنه يوما ما أفريقيا الغربية، غرب أفريقيا اللي هي تونس والجزائر وليبيا والمغرب، هذه إلنا، هي يجب أن تكون مسؤوليتنا، والبعد الخليجي لازم نخدمه نحن، يعني يكون عندنا هذا البعد الروحي للكنيسة جامعة رسولية، مش غلط ونهيئ حالنا.